لكن ما هو بكذا بقلة الأدب هذه، هذه تسمى قلة أدب. مش من قلة أدب عليك. أفصل الكنترول، أفصل الاتصال يا كنترول. مني أنا أفصل. يا أبو ناصر اسمع يا أختي، الحين أنت في المسابقة المفروض الناس تتصل من كل أنحاء العالم عشان تجاوب صح. وأنت عشان إيش؟ مو عشان الجائزة؟ إلا عشان الجائزة. أنا جائزتي ما مقرن. جائزتك مقرن. أفصل أفصل. إحنا في شهر كريم يا أختي، يعني عيب. أفصل الاتصال. وش فيك أنا عادي؟ كيف إنسان عادي؟ والله أحبها. طيب أخت هيفا ما هو زي كذا قدام الله وخلقه وبالطريقة هذه يعني. والله لو حتى تحبينه، لو حتى واحد ترمين على نفسك زي كذا ما راح ياخذك وانا أختك. وأنا أخوك. هيفا طلع رجال. ما على رجال ولا حرام. ألو. أكلت المقلب يا مقلب. يتعامل مع الجمهور متوقع يعني اي شيء، ترى جمهور والتعامل مع الناس وكذا ما هو من السهل، ترى فيهم الصاحي وفيهم الطالع وفيهم كل شيء موجود. لا لا فعلا ترى كل شيء موجود، خاصه المشاهير ولا الناس اللي تطلع في السوشيال ميديا والله يتعرضون لاشياء كثيره في الشارع هذا، اللي ما يحصل نفسه يحافظ على نفسه ترى معرض لكل شيء. ها يا ابوي ايش كل شيء متوقع؟ ما عندي شيء بس والله المطوع تلخبط. شيء يا ابوي انا كنت بس ابغى يقفل الاتصال خلاص ما له داعي هذا مقلب خفيف لطيف وعطوا يا ابو بعد الاتصال هذا المقلب ذا لازم تاخذ انت عطونا المتصل السادس منال الدوسري منال الخرج حياك حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام يا منال تدرين ان هيفا الدوسري من اهل الخرج بنت عمك فازت اي الله يرزقها طيب وراك زعلانه شوي طيب اختاري من واحد لخمسه ثلاثه سؤال اجتماعي من هو اصغر قائد عربي في الاسلام طيب خيارات اسمعي يا ابو ناصر مساك الله بالخير اخت منال بسم الله اقول عبد الله بن الزبير وابتعدي عني ترى الرجال متلخبط اسمعي طانون انا اقول اسامه بن زيد وحققي الكلام هذا مع اسامه بن زيد يعني مع طانون ايه الف مبروك تستهنئ اخيرا واحد جامع اخيرا الف مبروك ايش اسمها؟ يا منال الف مبروك الله يبارك فيك سعيدي طانوني بيقول لي يقول اسامه بن زيد حققي معي يقول هذه اجابته الصحيحه تضحك يا غازي مبسوط تمقلب ضيوفك افضل ضيافه تقدمها تسوي لي مقلب هذا انا حصلت تعالي الامريكي حط اخت منال بالفازه اخت منال من متى تتابعينا؟ ثالث سنه؟ ايوه وش اكثر شيء يعجبك عندنا في السناب؟ والله كل شيء يعجبني الله يسعدك يا مال الشحم عطونا المتصل السابع صالح الراجحي من جازان حياك الله الله يحييك يا اهلا باهل جيزان الطيبين الغالين اختاري واحد اثنين اربعة خمسة اربعة أربعة مثال بنشرح لك حالة وبعدين أنت عرف المثال اللي ينطبق على هالحالة اسلم يا طانون
يا صالحة. نعم. لما تروحين الواحد وتبين منه مساعدة ولا ساعدك، ورحت للثاني ولا ساعدك، وش هو المثل؟ اثنين نفس الطبع، الاول ما ساعدك وراها قيت في الاخوه الثاني خير ولا مثل اخوه، وش يقولون له؟ يقولون فلان اخ فلان. في خيارات؟ يا اختي مثال مثال وش انقال؟ لا قالوا فلان مثل فلان، وش المثال المشهور؟ يعني هذا نفس خويه. هاي سعيد اشرح يا سعيد. يعني فلان مثل اخو فلان، ما ساعدك فلان وتروحين للثاني ولا ساعدك. وش يقول له؟ مدينتين مثل بعض. ها يا صالحة. معك. طيب الوقت معاك من اخوك. والله المشكلة ما فيك، المشكلة في قانون. والله اني مسويها صح لها. مدينتين مثل بعض. خليك انت على جنب، اشرح له. ها اتمنى اقول هيك سبب من غير هو. صالحة. معك. الوقت انت يا صالحة. سعيد اخو مبارك الله يعطيك العافية. حظ اوفر يا صالحة. حنين العتيبي من اهل جدة، هلا بالساحل الغربي. هلا وسهلا. اختاري يا اختي الغالية، 1 2 5. واحد. سؤال رياضي، من هو المنتخب اللي فاز بكأس آسيا عام 2000 في بيروت؟ الله يحفظ أهل بيروت. خيارات اسمعي خيار أبو ناصر. يسعد مساك أخت حنين. هلا. أقول استراليا وابعدي عني. ها مقرن يقول استراليا، اسمعي راي قانون. يا حنين ما راح اخيب ظنك، اليابان. ها اذا انت تتابعين كوره تعرفين الاجابه. متاكده يا حنين؟ انت بكيفك يا حنين. الاجابه ترى العفريت الازرق الساموراي اللي صار وجال في اسيا. اقول اليابان ان شاء الله. متاكده؟ إن شاء الله. الله يهديك يا حنين، للأسف الشديد الإجابة خطأ. ألف مبروك تستاهلين. ألف مبروك يا حنين، تعالي لأمريكا نحط حنين في الفازة. حنين الله يبارك فيك. حنين المتصل التاسع ما قبل الأخير، حمد الغامدي من تبوك الورد، حياك الله يبقيك. السلام عليكم يا ابو ربيع. وعليكم السلام، تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال، واختار 2 ولا 5. اثنين يا ابو ربيع. اثنين. سؤال ديني، يوم ندعي ربنا سبحانه متى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا ندعي اللهم صل وسلم عليه. متى نصلي على النبي من اداب الدعاء؟ تبغى خيارات؟ متى نصلي على النبي؟ ايوه. في خيارات؟ اسمع راعي تبوك ايش يقول. والله حيا الله ابو ناصر. الله يسلمك يا حمد، انت من جمعان ولا غيره؟ الله ونعم، حياك الله. ما عليك زوج. الاختيار اللي عندي يقول اخر الدعاء فقط وابعد عني. اسمع خيار طانون يا حمد. الله يحييك يا طانون. انا درست عندكم، وخليك معي، اول الدعاء واخر. المتصل التاسع ما قبل الأخير، حمد الغامدي من تبوك الورد، حياك الله يبقيك. السلام عليكم يا أبو ربيع. وعليكم السلام، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، واختار 2 ولا 5. اثنين يا أبو ربيع. اثنين. سؤال ديني، يوم ندعي ربنا سبحانه متى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حنا ندعي اللهم صل وسلم عليه. متى نصلي على النبي من آداب الدعاء؟ تبغى خيارات؟ متى نصلي على النبي؟ ايوه. في خيارات؟ اسمع راعي تبوك ايش يقول. والله حيا الله ابو ناصر. الله يسلمك يا حمد، انت من جمعان ولا غيره؟ الله ونعم، حياك الله. ما عليك زوج. الاختيار اللي عندي يقول اخر الدعاء فقط وابعد عني. اسمع خيار طانون يا حمد.
الله يحييك يا طانون. انا درست عندكم، خليك معي، اول الدعاء واخر. قانون اللي يقول لك اول الدعاء واخره، ولا مع مقرن اللي يقول لك اخر الدعاء فقط؟ عيد السؤال بالله. ما في عدد سؤال، احنا من اليوم قاعدين نشرح لك يا حبيبي. تمام، مع طانون باذن الله. متاكد؟ ان شاء الله. وليش قلت لي عيد السؤال؟ عشان بتدخل جوجل. هلا؟ كنت بتدخل جوجل تقول لي عيد السؤال؟ لا والله، بس ابى اتاكد يعني هو قصده الدعاء. مخلد الثاني، الف مبروك تستاهل. شباب الله يبارك فيك. شباب الجمهور سلم لي على والدك يا حمد، والد الصديق عزيز لي ورفيق لي خاص. نعم يستاهل، وصدفه خير من الف ميعاد، وان شاء الله فالك الشاص. تسلم ويوصل ان شاء الله. يا حمد من متى تتابعنا ويا الامريكا؟ عطني الورقه. من متى تتابعنا؟ نعم. وش اكثر شيء يعجبك عندنا يا حمد في السناب؟ والله المحتوى يا ابو ربيع، والاعلانات الصدق والامانه يا ابو ربيع. ابيض الله وجهك، وشاهد شاهد من اهل مسك الختام محمد الشديدي من اهل ابها، حياك الله. الله يسلمك ان شاء الله. ما بقي معانا الا رقم 5 اكمل السالفه، بنعطيك 3 كلمات وحطها في سالفه، فكش علينا يا محمد. ابها. طيب طيب. ابها. عروس أبها. بغى يقول عروس المصايف. ايوه. أبها أجمل مكان. ايوه كمل، قول. أبها أجمل مكان، تتميز بارتفاع الجبال و القهوة السعودية. القهوة السعودية هي أصل العروبة يعني. ايوه وش دخلها في أبها؟ يا رجل ايش بك السالفه يا رجل، ايش فيك؟ والله اني ماني اول مره اشارك معكم يعني. يا محمد، القهوه السعوديه ومزارع البن موجوده في الجنوب، وابها من ضمن الجنوب. الله يعطيك العافيه، شكرا، حظ اوفر. يا جماعه الله يرضى عليكم، والله اسهل فقره، بنختم الفوازير، ما بقي الا حلقه وما زال في ناس ما فهموا السالفه. يعني انت قبل لا تتصل، طيب خذوها نصيحه في كل حياتكم، قبل لا تقدم على شيء سواء مسابقه، وظيفه، اي شيء في مجالات الحياه، اطلع، ادخل على اليوتيوب واكتب فوازير غازي الدياب واطلع على الفقرات، عشان الناس تتصل يا دوب يمسك الخط. سمعت اول واحد يقول والله من اول رمضان اتصل. شوف اليوم كم رمضان، ففرصه ليش تضيعها على عمرك؟ الان بنسحب على هاشتاجنا من تويتر اللي ترند الاول على مستوى المملكه، فوازير غازي الديابي 9-3 فائزين، نعطيكم 5 دقائق ونرجع لكم. راح نسحب على 3 اشخاص يدخلون معانا البوكس ويفوزون ب1000 ريال. كم وصل هاشتاج تغريده؟ 125. ما شاء الله تبارك الله. روح وقف تغريده طويله. شوف اللي بعده، رها رفا، ادخل شوف، تابع حساب دخون. الف مبروك تستاهلين. ونسحب على الرابع اللي راح يفوز معانا. روح وقف. ابو تميم شوف، يتابع حساب دخون وحسابي. الف مبروك تستاهل. الاخير اللي فاز معانا الحلقه اليوم، روح وقف. سوما شوف، تابع حساب دخون. الف مبروك تستاهلين. بصراحه استمتعنا هالحلقه، الضيوف طيبين واحبهم بالحيل. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، ما عاد بقي معنا الا حلقه واحده ونودع فوازير غازي الديابي للموسم الثاني. الحلقه القادمه يوم ايش يا شباب؟ بعد بكره يوم ايش؟ الأربعاء القادم، آخر فرصة ممكن تدخل فيها البوكس، لأن باقي الحلقة الختامية راح نسحب فيها جوائز فقط لا غير. الحلقة القادمة آخر فرصة تدخل فيها الفازة. شدوا حيلكم، شاركونا في هاشتاقنا في تويتر، وشاركونا بالاتصال على الرقم المباشر، وفالكم التوفيق إن شاء الله. شكرا يا ابو ناصر. العفو يا غازي.
والله لا ما ادري ام ناصر تخلينا ادخل البيت ولا ما ادخل، لكن وصيتي مع الشهر الفضيل هذا لمن لاذت واستجارت بعظمة الله التي ادناها الله منه وقال لا يكفيك ان اصل من وصلك واقطع من قطعك الا وهي الرحم. لا تجعلوا ارحامكم رخيصة، لا تجعلوها سلعة للانتصار للذات وتصفية الحسابات، اعفوا واصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ يا سلام، انت كذا احرجتني انا، وانا مقدم ومتمكن لي سنتين ما قدرت اجيب زي هالكلام الزين. بيض الله وجهك يا ابو ناس. وجهك حاصل الشخص بدون اقاربه وش هو؟ لان يد واحده ما تصفك يا زين الرجال اللي عزوته من حوله. شكرا يا سعيد. انا متشرف يا ابو ربيع كثير اني اليوم اكون ضيف في حلقه فوازير غازي الديار. يا غازي من نجاح الى نجاح، والنجاحات اللي تحققها راح ان اصحابك كاننا محققين. طيب راس الله يوفقك ويسعدك، وان شاء الله يشوفك من اعلى الى اعلى. مشاهير السوشيال ميديا كلهم فيهم الخير والبركه، وانت خير من يمثل مشاهير السوشيال ميديا. ما عليك زوج، شهاده اعتز فيها. وفي الختام لا يسعنا الا السلام. صل على النبي يا غازي، صل على النبي. ما في اختام، شوف شوف اللي دخل، شوف مبروك الرند، مبروك وصل مبروك.